واحد بيقول في كتاب 10 مفاهيم تقولون انه يجب على الانسان ان لا يكون طموحه عالمي وان يكون الانسان روحي وطموحه في توزيع ماله على الفقراء، فكيف وانا اريد ان اكون نفسي؟ لا احنا ما نقصدش كده، يعني ممكن ان يكون لك طموح من ناحية العلم ومن نواحي كثيرة في الرقي، بحيث ان طموحك لا يتعارض مع ابديتك، بحيث ان طموحك لا يتعارض مع ابديتك. لكن ما اقدرش اقول للتلميذ عنده طموح انه يجيب مجموع كبير ويخش احسن كلية ويبقى ان اقول له ما يكونش عندك طموح. يكون عنده طموح لكن لا يتعارض مع ابديته ولا يتعارض مع روحياته ولا مع اي وصية من وصايا الكتاب. اقرأ كويس اللي ورد في الكتاب.